طيب هو سي او بي دي ومعاه حاجات تانية وبياخد أدوية وبسموكينج سيجاريتس فور years on examination his chest is clear with no added sounds and equal air entry bilaterally. طيب ال heart sound normal small amount of edema في both ankles. You review his previous blood tests and recent check up points. طيب ال platelet is neutrophils اللمف ايه المونو الايزينو عنده ايزينوفيليا والصوديوم البوتاسيوم البايكارب نورمال اليوريا والكرياتين. فبيقول لك ايه يو also review his previous spirometry result. فبيقول لك الفورس اكسبيراتوري فوليوم والبيك فلو ريت يا اما الفورس اكسبيراتوري فوليوم يبقى فيه تشينج في البرسنت 20% يعني مثلا 62 تلاقيها 42 بس الفلو دي قليله يعني هنا الفرق 3 او في وهنا الفرق الفوليوم 400 مللي، فهي دي او هنا 400 طبعا. مللي هنا الفرق كله قليل جدا. Which of the following most strongly suggests that in COPD he has steroid responsive انه عنده زينوفيليا صح؟ طب بص على ال بس هو السؤال محطوط غلط بتهيألي، يعني المفروض يمكن لان ال لان هو big fluoride الازماتيك اللي بيبقى كده، اللي يعني بيبقى هو المفروض معاه يفكر ايزينوفيليا او هيستوري، هو ما عندوش هيستوري ازمه او اتوبي او فلكتويشن في ال... او ايزونوفيليك كاونت. فهي الاجابه اعتقد هي الايزونوفيليك كاونت. هو السؤال محطوط غلط فعلا. لا السؤال الأزمات. محطوط صح، احنا اللي جاوبنا غلط. هي احنا نعرف ازاي؟ لان هو عنده ايزونوفيليا بس تشينجز في الفورست اكسبيراتوري فوليوم والتشينجز في الفورست والبيك فلو التشينجز دي قليله جدا مش هنعتبرها لان بيقول لك الفورست اكسبيراتوري فوليوم لازم الفرق يبقى 400 مللي وهنا الفرق قليل جدا ما بين الريدنجز ماشي، هو بيقول ماشي، سيبك من دي، هي احنا بنقول ان هي زينوفيليا بتبقى مع الازمات. هو كاتب هنا بيقول لك ان هي سي او بي دي ويل بي ستيرويد ريسبونسيف ماست. ايوه ما هو بص احنا لسه شارحينها من دلوقتي يا حسن. بيقول لك هي انت عايز تعالج السي او بي دي هتعرف هي هل هي سي او بي دي لوحدها ولا هل هي ازمه اور ستيرويد ريسبونسيف سلاش يعني ازماتيك سلاش ستيرويد ريسبونسيف. هنعرفها ازاي بالاربع حاجات دول اللي هم ان عندها اساسا دايجنوزد بازمه او حساسيه ولا عنده هاي ايزينوفيل كاونت ولا الفرق في الفورس اكسبيراتوري فوليوم ولا البيك اكسبيراتوري فلو ريت. واحده من الاربعه دول هتديني انها يا اما ازماتيك او ستيرويد ريسبونسيف. فهو بما ان الايزينوفيل كاونت بتاعه عالي ده معناه ان هو يا اما ازماتيك ولا هيستجيب للاستيرويد. فاهمني؟ طيب هنا مش بيقول ان الفيتشرز دي الاربعه دول لو طلع فيهم واحده بوزيتيف يبقى هو معناتها ان هو يا ازماتيك ولا ان هو ستيرويد ريسبونسيف. يعني احنا لو اديناه الاستيرويد هيستفيد منها. فاهمني؟ هيتحسن عليها. ستيرويد ريسبونسيف يعني انه هيستجيب او هيتحسن للاستيرويد. فبما ان هو اللي عنده ايزينوفيليا فيبقى ده معناته ان الشخص ده هيستفيد من الاستيرويد اللي احنا اديناها له. صح، فاهمني؟ كلامك مظبوط، انا اللي ملخبط. صح، فاهمني؟ فيبقى هنا من الخيارات اللي فوق دي في الاجابه يبقى مش الفورس اكسبيراتوري فوليوم ولا البيك اكسبيراتوري فلو لان التشينجز اللي فيها قليله جدا. هو فلازم البلد. نركز ان ايوه هو البلاد. هو البلاد ايزونوفيليك لان الفورس اكسبيراتوري فوليوم لازم يبقى الفرق 400 يعني. فاهمني؟ يعني يبقى مره من الريدنج دي تبقى واحده 900 تبقى واحده 300 يعني لازم الفرق يبقى 400 مللي ما بين الريدنج أو بالنسبة والبيك المئوية اكسبيراتوري 20%. 20% يعني تبقى مره تلاقيها 60 ومره تلاقيها 30 ومره تلاقيها 40 يعني الفروق ما بينهم تبقى 20% فرق ما بين الريدنجز. فاهمني؟ فهي الفروق اللي حطيتها ما بين الريدنجز دي قليله جدا. طيب لو فافترض الأربعة دول كانوا نيجاتيف ما فيش فيهم منهم أي حاجة، يبقى هو ولا واحده منهم يبقى هو النوت ازماتيك والنوت ستيرويد ريسبونسيف يعني هي ويل نوت ريسبوند للستيرويدز لو اديناها له. أيوه، فاهمني؟ مش هستفيد منها يعني. تمام، فعشان كده بنستخدم معاه اللابا مع اللاما. حلو السؤال ده على فكره. تمام. على فكره باص ميديسن فيه اسئله حلوه، تحس ان الكوريكولوم بتاعه غير بتاع باص تيست. تحس انه الثاني غبي بتيجي شويه. زي ما هي على فكره، بتيجي زي ما هي في الامتحان، تيجي اسئله من الباص ميديسن زي ما هي. بيقول لك 77 ممكن اقراها ولا مين اللي كان بيقراها؟ لا اتفضلي، اقرأي بالعكس، اتفضل على طول. 77 year old man عنده type 2. انا بس رحت المدرسه، رحت وديت ابني المدرسه ورجعت. راجل عنده 77 سنه عنده type 2 diabetes is admitted to hospital with worsening shortness of breath. He started a course of amoxicillin قبل 5 ايام.
اكزامينيشن البلد بريشر عنده لو، والريسبيراتوري ريت عنده 36، والشيست اكس راي عنده ليفت لور لوب كونسوليديشن، والاي بي جي البي اتش عنده نورمال، السي او 2 نورمال، الاكسجين يعني في اللور ليميت. What most suitable antibiotic therapy؟ طيب هو ايه الكيرب سكور بتاعه دلوقتي؟ ايه عنده 77 سنه، يبقى سنه عالي تمام. و السيستوليك اقل من 90، دي كده 2. الريسبيراتوري اكتر من 35، دي كده 3. فهو الكيرب سكور بتاعه عالي، فهندي له اي في. اي في صح؟ اي في كو اي في كو موكسيكليف وكلوثروميسين. كلوثروميسين طاهر الكروب. الثالثة فانكو يا حسن. سوري فانكو دول او ميرسا. قصة تانية بقى، هو فعلا الكلب بتاعه ثلاثة، فهنديله كلهم اي بي. هات حتة الانتباهات حسن عشان تثبت لك، ما هو حسن في اسئلة وقعت وقع مني صح. بس يا حسن هو بيقول لك المانجمنت لو كانت لو سيفيريتي، لو يعني مثلا الكيرف بتاعه واحد كده او يعني سيفير، يعني نمونيا قليله جدا، هنديله بس اماكسيسيلين لوحده. طيب لو كان بنسلين الرجيك، هنديله ماكرولايد او تترا سايكلين، فهو درج واحد بس فاهمني، يا اماكسيسيلين يا ماكرولايد تترا سايكلين لو كان بنسلين الرجيك. طب لو كانت مودريت، هنديله اثنين اماكسيسيلين وماكرولايد. لو كانت سيفير هنديله ايه بقى؟ بيتا لاكتيميز ستيبل بنسلين زي الكوامكسكلاف والسيفتريكسون والبيبراسيلين وذ تازوباكتام ومعاه ماكرولايت. افهمها كويس يا حسن، يعني يا الكوامكسكلاف بلس الماكرولايت، يا اما السيفتريكسون ومعاه الماكرولايت، ويا اما البيبراسيلين والتازوباكتام، دول هم كومباينيشن كده مع بعض ومعاه الماكرولايت فاهمني. فاحنا اللي جات عندنا في السؤال ثلاث ادويه ولا اثنين كده؟ هما اثنين بس، واحد تختار واحد من الثلاثه دول، يعني يا اما الكوامكسكلاف ومعاه الماكرولاي، يا اما السيفتراكسون ومعاه الماكرولاي، يا اما البيبرسيلين والتازوباكتام، دول بيجوا بيقوا مع بعضيهم الاثنين مع بعض مع بعضيهم كده ومعاها الماكرولاي تمام. الله ينور دي عليك. لما تكتبها تمام. هاي سيفيريتي، يعني يبقى يعني الكيرف سكور بتاعه يبقى تبقى ثلاثه وانت طالع، يعني الكيرف سكور بيبقى عالي تمام فاهمني. تمام تمام واي في بقى في السي في اي في بقى، مش بيبقوا الاثنين اي في. احنا امبارح مر علينا سؤال واحد اي في واحد اور، اللي بيقول لك لما تبقى فيري سيفير كده بتبقى لازم الاثنين اي في. تمام تمام زي الفل. حلو. الديسشارج كرايتيريا، واحده صاحبتي هي بيقول لك في الاخر لازم بعد 6 اسابيع عشان يحصل ريزوليوشن لكل السيمبتومز بتاعت ال 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 كلها، ست عشان شهور 6 شهور، 6 شهور عشان تروح كلها. فواحده كانت لسه مذاكره وراحت جت لها بيشنت في العياده بتقول لها طب انا دلوقتي عندي نيمونيا، انا هبقى كويسه خالص امتى؟ قالت لها بعد 6 شهور. راحت الست اتخبطت، ازاي 6 شهور؟ هي ايه اصلا؟ وانا عندي ايه؟ طيب 60-year-old female عندها COPD، جيت شورتنس اوف بريث، البلاد بريشر نورمال والبولس 90، الشيست اكس راي عندها نيموثوركس 2.5، يعني دي سكندري نيموثوركس وهي كبيره في السن. فهنعمل لها ايه؟ هنعمل لها درين انتركوستال درين انسرشن. طيب تمام سكندري واكتر من كده. Which of the following main criteria determining whether the patient who has COPD should be هياخد long term oxygen therapy؟ أو الأخرانية دي اللي هم يبقى 2 with oxygen أقل من 7.3. two readings لازم two readings بينهم ثلاثة. أيوة الأخيرة. ويبقى أقل من 3 من 7 و3 من 10 صح؟ 7 و3 أو ممكن يبقى من الرينج بس يبقى معاه حاجات تانية سكندري. بالظبط. سكندري نبص عليها. قرب المنال. قرب البوليسة. أو بالنور هيبقى كده. بيقول لك ست عندها 45 سنة who is non-asthmatic comes for review. In the past 2 years she has had around 6 exacerbations of asthma. Required oral steroids. Her current medication تاخد سيربيتامول وبريكتاميسازون. You note from the records in the body mass index 31 هي non smoker عندها good inhalation technique. What's the most appropriate next step in measurement؟ يعني هي poor control asthma على short acting beta agonist والبيكلاميتازون. Inhaled corticosteroids فهنديها مونتيلوكاست.
انت اللي قصت. What is the mode of inheritance of alpha 1? هي autosomal recessive أو codominant؟ صح. 65 سنة، عنده fever و dyspnea، chest x-ray، عنده extensive shadowing في ال right lower zone. Which one of the following associated with poor prognosis? Community acquired pneumonia، اليوريا 12. ليه ليه ايه؟ انت بتدوس على الكيرب سكور بس، مش دعوه الباقي. اه خلاص 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 خلاص. بس انا كنت احسب 65 اللي كنت عند ستون 60 المفروض صح؟ انا كنت نعم فاكرها اقل من اسيستول. الاحلى من الثاني. ريسبيراتوري فوق ال 30 باقي ملوش دعوة. بقول لك الست عندها 24 سنة، عندها anxiety get acute onset shortness of breath exhalation، عندها 40 beats per minute، عندها hyperventilation second to anxiety suspected arterial blood gas result taken in room air consistent with. يعني ال hyperventilation بيبقى عندهم ايه؟ هناخد اللي فيهم CO2 قليل مليون بوكس و و عندهم pH high، يعني يبقى الكالوزز. يعني هنبص على الرابعة يمكن خلينا نشوف الالكالوزز انهي. ولا الأولانية؟ الالكالوزز هتبقى الأولانية والرابعة الكالوزز اللي فيهم والخمسة برضو الكالوزز ومع لا الكالوزز CO2 في الخمسة الرابعة يا مع جماعة الرابعة. السي تو ووش يبقى الرابعة او الاولانية أيوة، طب الاكسجين. والأكسجين هيبقى كويس جدا. احنا اه صح هنختار الرابعة مش الأولانية، ليه؟ عشان صح الأكسجين في يبقى الأولانية هو لو الكالوزز نموت. السي او تو أيوة قليل الاكسجين احسن حاجة. أحسن حاجة. زي الفل. الأسئلة اللي زي كده عايزة تركيز شوية. طبعا. طيب بيقول لك الراجل عنده 74 سنة، عنده confusion أدي طيب اتنين. من عمره، وال confusion دي كده 2 points، respiratory 35 دي 3 points، ال blood pressure ال diastolic أقل من 60 دي كده 4 points، واليوريا ده عنده 5، الكيرب سكور بتاعه 5، اليوريا 12. صح. ليه البلاد بريشر كام؟ بص الدياستوليك حلو، نازل عن 60. اه صح صح أقل يا من حسن. 60 يبقى كده الكيرب 5. طيب بيقول لك 34 year old steel worker present complaining of episodic shortness of breath. He is particularly noted while at work where he describes feeling wheezy and having tendency to cough. Which one of the following most appropriate diagnostic investigation؟ ده يعني هي سيريال serial peak flow لأن شكلها occupational أزمة. ستيل وركر. Yes. ممكن لو كان اكسترنسك أزمة ممكن كنا نشوف ده ميجرمنت بتاع ده. طيب الست عندها 65 سنة، investigated for a 6 week history of worsening shortness of breath، عندها lethargy weight loss past, her past medical history includes COPD hypertension she is an ex smoker examination unremarkable investigation هي اكس سموكر صح؟ اكس سموكر عندها سي او بي دي ودلوقتي 6 شهور 6 اسابيع كده هايبر انفلتد لونج فيلدز يعني كلها سي او بي دي هايبوناتريميا اليوريا الكرياتينين الهيموجلوبين الام سي في. الام سي في ده ايه اي ظروف؟ نورمال نورمال 80 ل 100. عايز توكسيكولوجي بوليسايتيميا. طيب توتال نورمال. واتس ذا موست ابروبريت مانجمنت؟ طب هي عندها هايبوناتريميا عندها شورتنس اوف معلش بريث ممكن نطلع السؤال تاني ما كنتش مركز بس. هي كبيرة في السن عندها 6 أسابيع shortness of breath و weight loss وهي أساسا عندها COPD و hypertension وهي ex smoker. يعني هو عايز يقول لنا إن عندها ممكن تبقى مثلا paraneoplastic لأن عندها hyponatremia يعني ممكن يبقى عندها malignancy with malignancy وعندها hyponatremia عشان الصوديوم قليل قصدك صح؟ وعندها loss of weight. فهنعمل إيه من الفحص ده كله؟ هنعمل منهم إيه؟ chest clinic بست كلينيك. chest clinic رجع غيرها يعني ما نخش احنا في القصص دي صح؟ small cell cancer. لا لا انت عندك positive findings في الانفستيجيشن او في الاكزامينيشن بتبقى تبعد عن السايكاتريك. السايكاتريك هي الدايجنوستيك اكسكلوجن يعني لما
كل حاجه تبقى نورمال، تروح للسايكاتري. ديبريشن، انا دي مش عارف قرأتها، دي اسمه بريسن او حاجه زي كده. ما انا متوجع عشان الصوديوم قليل كده. العلم يتطاير خلاص. تمام. طيب الهايبوناتريميا ايه تفسيرها؟ ما هي سمول سيل كانسر عندها بتطلع اي دي اتش، والاي دي اتش عندها سياده بس بدل البلاستيك. هو هنا ما خلناش احنا نشخص، قال لك حولها للسبيشاليست على طول يعني، بس هي سسبكت. هو اللي ايوه اتفرج معاها. تشست بين تمام لازم. تمام هنا بيقول لك وايلست الجاسترو انتستاينال كانسر از بوسيبيليتي بتاعت النورمال ام سي في انتيرلي كونسيستنت مع الكرونيك بلاد لوس. تمام، عشان كده قايلين انها نورمال ام سي جي. ماشي اوكي. طيب بقول لك 78 year old woman present with increasing shortness of breath and productive cough, nursing home staff concerned as she has been having fevers today and sputum appears red jelly-like. تمام، عندها الكحول. هي تبقى كليبسيلا خلاص بقى، diabetic والكحوليك وجيلي-like، دي تبقى وابر زون كليبسيلا برضو، وابر زون كل كونستبيشن الحاجات بتاعت وتعمل الكليبسيلا. كابيتيشن. هي دي ميزة الباس ميديسن، بيديك 10 كلو مش كلو واحد. سؤال بيبقى لوجيك كده، تحس انه اسمها ايه تاني الكليبسيلا نيمونيا؟ حد يعرف اسمها التاني؟ لا فريدليندرز نيمونيا. الله، هو في امتحان ممكن كده يبقى غلطت ويجيب لنا اسم التاني. فبيبقى ايه في الكحوليك والدايباتيك، وبتبقى مكتوبة هنا يا مايلد أشرف صح؟ فايبريشن. هي كده اسمها ايه التاني يا دكتور؟ ريدليندر، سيرش عليها. بيبقى عندهم ريد كارنت جيلي سبيوتم وفي الابر لوبس. اكتبها لنا على التكست كده، خلينا نبص عليها بصة. سيرش عليها على جوجل على السريع كده، اكتب في ريدليندر زي ما هي. اوه يا نهار ابيض. طيب جدع يا حسن جدع، ما علينا ما علينا ما علينا. اسمها ايه؟ اكتب نمونيا الأول ثواني. انجلش. ايوه نمونيا. اكتب بقى حرف الاف بس كده، هتجي لك على طول ايه اف ار اي. انا ثواني هاجي، انا هجيب اسمها، انا هجيب اسمها اكتب معلش كليبسيلا، هيجي لك اسمها التاني. كليبسيلا نمونيا. بالظبط. فريد ليندر، فريد ليندر، ريد فريد ريد اف اف لا اف ار اي. اف ايه يا حسن بص اي. ايوه جبتها ولا ايه؟ دي بط دي ولا ايه ولا ايه؟ خلاص انا هحطها، خلاص انا هحطها لك على التكست اهي. اكتبها في الشات. اوكي هي دي الكليبسيلا نمونيا. تمام، عشان هو لو بقى غتيت كده وجايب لنا اسمها التاني، فريدلاندر نيموني كليبسيلا فريدلاندر. تمام، نبص عليها على الشات. بقول لك 67 year old female referred to acute medical unit with an infection exacerbation COPD، مع ان الماكسيمال ميديكال ثيرابي the arterial blood gases continue to show ان عندها تكتورس بايلاتيري فيليا. فبيقول لك ان نون انفيزيف فنتيليشن امتى؟ 37 ولا 729؟ 729 لغاية 35 هي. 29. ايوه طيب ما هي من 7 5 من من 25 25 ل 5 ل 35 ل 35. هما دول اكتر الناس بيبقوا بنفيت منها. اوكي
55 year old man جه الكلينيك عنده persistent cough occasion hemoptysis وهو 40 years 45 year history of smoking urgent chest x-ray عنده normal. طب هو بيقول لك ان اكس راي بتبقى في المالجنسي قد ايه نورمال 10% 10% 10% من صح كده، الشست اكس راي في اللون كانسر بتبقى نورمال. صح. والجولدن ستاندرد بتاعها السي تي سكان. طيب 67 year old man presented with progressive exertion and dyspnea. This symptoms have been getting progressively worse over the past 9 months associated with dry cough. He gave up smoking 20 cigarette day around 30 years ago. On examination, oxygen 97 في room air. ال respiratory 14 عنده bi-basal crackles, finger clapping. وال بيكريتوريت بوتاي 88 نورمال. ال ECG sinus rhythm. ال spirometry عنده ال first respiratory volume 50% والفورست فيتال كاباسيتي 39%. ده عنده ريستريكتيف جدا والريشيو 67. طب ايه كونفيرم الدايجنوزيس؟ يعني احنا شاكين في الايه في المالجنسي هو ايه في الاكزامينشن تشست اكزامينشن ولا اكس راي ما فيش صوره. هذه السيناريو تاني حسن هو بس عنده ايوه عنده فاين باي بيزل كراكلز وعنده finger clapping هو stopped smoking قبل 30 سنة وشورتنس البريد دلوقتي بقى لها 9 شهور وهو مش هايبوكسيك بس عنده clapping و fine by basal crackles وعنده very restrictive picture. معلش ممكن نجيب الكيس بتاع حاجة يا جماعة هو عنده ايه معلش؟ وعنده restrictive مش مركز عنده restrictive عنده restrictive عنده adiabatic pulmonary fibrosis ايوه يا عم صح سي تي سكان ادياباتيك بلمونري فايبروزيس لان عنده بروجريسيف شورتنس اوف بريث هو ستوب سموكينج اب 30 سنه وسنه كبير وعنده كلوبينج وعنده باي بيزل لور زون فايبروزيس فدي كلها ماشيه مع ادياباتيك بلمونري فايبروزيس. طب الحاله دي مش هارت فيلير بس الكلوبينج ده هو اللي يخلينا نروح للريسبيراتوري. طيب انا قصدي الفنتريشن برفيوجن سكان ده يعني انا أوكي. ده بتاع البانور امبوليزم ده البانور امبوليزم بس ما لهوش دعوه بالفايبروز صح مش علاقه بالقصه دي. لا اوكي طيب 37 year old man who works in that فكره سرعه طول اتيبي كان نمونيا ماكروليد ماكروليد طيب تمام هي ستي كي يا راجل يا راجل تترا سايكلين سكند لاين هي بتاعت الطيور دي ستي كي بالذات هي بتبقى فيرست لاين تترا سايكلين والسكند لاين هو الماكروليد فاهمني؟ الماكروليد ستي كي بالتحديد بتبقى تترا سايكلين فيرست لاين ايوه البستيكوزز بالتي اهي يبقى تترا سايكلين الاول بص على ستيكوزز هي بتبقى في بيرد كونتاكت تمام بتبقى اليانج ادلت برضه الناس انتراسيلولار بكتيريم ترانسميشن فروم بيردز بيقول لك ماني بيردز ترانسميشن فروم انيمالز ريت 10 في السنه فلو لايك ريسبيريتوري وعندهم ديزنيا دراي كوف تشست بين ديزنيا دراي كوف تشست بين بس هي بتبقى باينه يعني بيقول لك ان عندها هي باينه ان هي هتلاقيها واحد بيحتك مع الطيور او حاجه زي كده هو شخصها قال ان هي ستيكوزس قال ان هي ستيكوزس شوف التريتمنت الفيرست لاين التتراسايكلين زي الدوكساكلين السكند لاين ماكرولايد زي الاريثرومايسين والاكس راي بتبقى كونسوليديشن بتبقى في يونيلاترال الاكس راي كونسوليديشن والسيرولوجي بتلقى فيها الستيكوز الزائدة ريزن انفلامتري ماركر اخطر حاجه ان هي ممكن يبقى معاها اورجانوميجالي كونستيتيوشنال سيمبتوم مش عارف ايه الحاجات دي بسيطه هي فلو لايك سيمبتوم اما لما يبقى معاها اورجانوميجالي بتبقى خطيره جدا. طيب
طيب you review a patient respiratory clinic who has a history of recurrent pulmonary emphysema despite anticoagulation and warfarin which one of the following physiological changes expected هيكون reduced talco ال yes. pulmonary emphysema تعمل reduced talco ايه برمونري امبوليزم. طيب which one of the following contraindication surgery freeze resection lung cancer vocal cord paralysis contraindication of vocal cord paralysis vocal cord صح نرجعهم كده نجيبهم ايوه هاتهم يا حسن contraindication general health stage 3B or 4 الفورس سبتر فوليوم 1 قال 1.5 لتر مالجننت برو ايفيوجن تيومر قريب من هلا من الهايلم فوكال كورد بارلسز او اس في سي اوبستراكشن دي برضو اللوب بيبقى 1.5 والنيماكوتومي يبقى 2 فهمني دي مهمه وبيجي عليها سؤال يعني لو بقى انت هتشيل لوب بس لازم الكات بوينت 1.5 لو هتشيل اللنج كلها الكات بوينت 2 طيب 78 year old man with long standing acromegaly comes with his wife respiratory clinic follow up ده هيبقى obstructive sleep apnea next step considering management obstructive sleep apnea طب هو خد ايه despite lifestyle modification under losing weight exercise regularly still عنده tired at work during مش عارف ايه بقى هنعمل له ايه سباب ولو ما نفعش يبقى المانديبولار ده ايه الفيرست لاين طيب 66 year old man عنده COPD is referred by his GP to the rapid access chest clinic he was recently treated several courses of antibiotic and steroid for exacerbation asthma which failed to completely resolve فبيقول لك there is suspicion of recent minor mass in right hilum background change of COPD urgent referral to chest clinic is advised طيب report facts to GP بالهيموجلوبين normal البلاتلت التوتال الصوديوم عنده hyponatremia بقول لك on examination there is no evidence of clotting examination of chest demonstrates fixed monophonic beats في right lung with the most likely underlying cause فدي غالبا small cell cancer small cell lung cancer ليه بقى انا ما كنتش معاكم السؤال معلش كنت سرحان شويه الكلو بتاع السؤال يعني فين هي انت معلمها هي 3 سنتيمتر ماس في الرايت هايلم يعني سنترال ماس لان كانسر سنترال ماس ومعاها هايبوناتريميا تمام طب ليه معاها ايه هايبوناتريميا معاها هايبوناتريميا صح كده بس السكويمس برضو بتبقى سنترال بس تانية بتبقى معاها هايبر كالسيميا وكافيتيشن ما في هيستوري اوف سموكينج في السموك سكويمس ما فيها هيستوري اوف سموكينج الاثنين فيهم سموكينج على فكرة السكويمس والسموك اللي ما بقاش فيها سموكينج الادينو الادينو ايوه البارانيو بلاستيك مع السموك سكويمس ايه مع انهي سكويمس سكويمس بيبقى معاها هايبر كالسيميا البلاستيك بيبقى السكويمس سكويمس اي ثينك معاها هايبر برا ثايروديزم وثايروديزم صح اشرف معاك هايبر كالسيميا صح بيبقى فيها هايبر كالسيميا في بيبقى فيه البارا ثايرويد هرمون ريليتد بيبتايد و ثايروديزم برضه ايوه حاجه ثالثه السياده يمكن لا مش السياده السياده مع السمول حاجه كده اسمها غريبه عندها اختصار اسمها اتش او بي اي ولا اتش بي او اي هايبر اشرف مش معانا طيب فين اهي واقف المايك ال ADH انتي ديوريتك هرمون بتبقى سياده هايبوناتريميا وال ACTH بيبقى كوشنج والكوشنج بيكون بيقول لك بايلاتر ادرينال هايبربليزيا هاي ليفل كورتيزول ليد تو هايبو
systemic alkalosis تبقى فيه لامبرت ايتن هي انتيبادي تو فولتج جيت كاسيوم شانلز يوزنج مايستينيك لايك سيندروم. يعني ممكن برضو العيان لونج سمول سيل لونج كانسر يجي باللامبرت ايتن هي المايستينيك لايك سيندروم. الميكانيزم بتاعتها هي انها فولتج جيت كاسيوم شانل بقولنا هي بتيجي دائما very late يعني بتبقى metastatic on presentation. So ال surgical treatment very little very limited غالبا بتبقى palliative chemotherapy chemotherapy. الكيمو بتبقى combination chemo radio دي ال most cases 20% بس اللي دوبك بنعمل لهم surgical دول ال small مولا كان بيبقى كيمو وراديوثيرابي. انا ناسي بصراحه الاختصار بتاعت الاتش او مش عارف هايبر هتيجي ان شاء الله دلوقتي نراجعهم برضو مهمه الحاجه دي البارامي بلاستيك. طبعا 43 year old male عنده wake up in distress despite late at night feeling breathless with his heart is racing. This episode becomes more frequent, worrying him and imminently. His wife also tends who يعني بصراحة sleep apnea. إيه هي investigation of this condition؟ هنا البوليسونوغرافي دي الأخرانية دي يعني. بوليسونوغرافي. هات البوليسونوغرافي بتكون من إيه؟ حاجات كتير بتكون من حاجات كتير. أيوة. فهي قلنا الأسباب ال هات من الأول كده. قلنا الأوبيزيتي الماكروجلوسيا العيان اللي من شوية كان بتاع الأكروميجالي وهايبوثيرويديزم والأمايلودوزيس اللارج تونسلز والمارفان كلهم دول يعني عرضة لكده. ديتام سمنيلنس والسباريتري أسيدوزيس وهايبرتنشن. أسيدوزيس قلنا لأن بيحصل فيه يعني الـ CO2 trapped. التست بنعمل لهم إبورث سليبنس سكيل والمالتي سليب ليتنسي تيست ده اللي هو بيبقى تايمز بالفول اسليب باستخدام الاي اي جي مالتيبل سليب ليتنسي تيست. والتاني اسمه الابورث سكيل قلنا الابورث سكيل ده لو كان اكتر من 11 ده يبقى دايجنوستيك. طيب الدايجنوستيك دي الاسسمنت بس الدايجنوستيك لو انا اللي اكتر من 11 الابورث الابورث سليبنس سكيل بس مش مكتوب هنا مش شايف 11 ولا انا كان قايل نفس سؤال فالإبورت سليبنس سكيل ده هو كويستشنير يعني هو بيبقى أسئلة والنمرة من 24 فهو لو أخد أكتر من 11 درجة من 24 تبقى بوزيتيف. وفي مالتيبل سليب ليتنسي تيست ده هو بنعمل بيستخدم فيه الإي جي. طيب دي أسسمنت بس الدياجنوستيك البوليسومنوغرافي رينجينج فروم مونيتورينج أوف بولس أوكسيمتري أت نايت تو فول بوليسومنوغرافي. يعني ممكن هيبقى حاجة بسيطة زي البولس أوكسيمتري بالليل بس ممكن يبقى wide variety of physiological factors are measured including EEG, respiratory airflow, thoracoabdominal movement, snoring and pulse oximetry. خمس حاجات دي كلها اسمها polysomnography. نعمل weight loss CPAP for first line. بعد كده المانديبولار adjustment low CPAP field والدفلة should be لو كان بينام كتير بالنهار و limited evidence للpharmacological agents. Okay. You are considering prescribing Vernicline. ليه راجل عنده 45 سنة ايه هي الـ contraindication الـ Vernicline ده بيعمل suicide او كده يعني past history of deliberate self-harm is contraindication. ايوه صح يعني لو العيان عنده انتحار في الناس اللي عندهم depression او self-harm depression. ايوه دي كنترول فيرنديكلين ده والبروبوبيون بنبعد عن الناس اللي عندها ابيليبسي سيجر يعني بتقلل الثريش اولد للسيجرز يس سو كنترول انديكيتد ابيليبسي. هنا ايه ده وكلهم الاثنين كنترول انديكيتد في البريجننسي الاثنين. طيب عايز يعرف الكوز اوف شورتنس اوف بريث السيناريو طويل بيقول لك الست عندها 64 سنه عندها ازمه. طيب جيت بيرسنينج شورتنس اوف بريث اوفر باست فيو مانس دايجنوزد وذ ازمه وهي واز هير تينز بتاخد انهيل كورتيكوستيرويد وريكوايرد سيبتومين انهيلر بس نادرا. شي داز نوت ديسكرايب اني ويز اور نوكتيرنال سيمبتومز اند هير انهيل تكنيك جود بيقول لك تيلز يو شي از كومبلينينج شي از كومبلينت وذ هير ميديكيشن.
she has no other medical problem and non-smoker. يعني هي كبيرة عندها 64 وعندها أزمة من لما كانت teenager. في examination هي عادة comfortable, at rest and talking in full sentences كويسة جدا. الأكسجين 96, البادي ماس اندكس 30, تخينا شوية. just examination is clear. apart from the workup, the patient had a chest x-ray, normal size, long fields, وكل حاجة تمام. first expiratory volume في 1 second 96, والفرست كباسيتي قليلة شوية, هي يعني شوية عندها restrictive pattern, والتالكو ناقص شوية, والكيسي او زايد, فممكن يبقى عندها ايه سبب الشورتنس اوف يعني ايه سبب الريستريكتيف باترن اللي عندها. وخد بالك ان التالكو قليل والسي او الكيسي او كتير. اوبيزيتي. بص على الخيارات. طيب ممكن تبقى اوبيزيتي. يبقى اوبيزيتي بعدين عندك بودي ماس اندكس 30 اهو كتير. يا تخينه. هي الازمه بتاعتها والكترو. طيب البوليسايثيميا والهيموريج دي بيعملوا انكريز تالكو. غلط. فايبروزس هي بتعمل ريستريكتيف بيكتشر وبتعمل بتقلل, بس مش بتقلل الكي سي او لوحده. ولا ازمه فهي الاوبيزيتي. اه بالظبط كده, مش هتقلل ده لوحده, هتقلل الاثنين صح كده. هي الفكرة ان انت ان واحد ناقص والتاني عادي. هي اوبيزيتي يعني هي اللنج كويسة بس هي مش عارفة تتنفس يعني. وهنا نجيبهم هم مش قادرة تتنفس. وكتبهم هنا. ايه الحاجات اللي تعمل اوبستراكتيف الازمة السي او دي برونكيتس برونكيولاتس اوبلترينز. هتلاقي اللي بتعمل ريستريكتيف الفايبروزس اسبستوزس ساركيدوزس اي ار دي اس انفانت ار دي اس كوفسكوليوزس والنيرو ماسكولار ديزيزس والسيفير اوباستي. في الاوبستراكتيف نبص على الفورس اكسبيراتوري فوليوم 1 زي ما قال دكتور اشرف, لما تكون حاجه اوبستراكتيف اللي بتبقى سيجنيفيكنتلي ريديوسد هي ال 1 سكند, ولما تكون ريستريكتيف باترن بتبقى سيجنيفيكنتلي ريديوسد هي الفورس فيتال كاباسيتي كلها على بعض. ايوه المذاكره الاخيره دي هي اللي بتحط النقط على الحروف. طيب 35 year old woman present with chronic history of reductive cough. On examination, she has finger clapping and late respiratory crackles. She is suspected to having bronchiectasis. Which gene associated مع البرونكياكتيسيس؟ تقريبا هي كانت الهالة 1 دي ار 1 اعتقد. نعم صح. ال 1 برونكياكتيسيس, الاثنين الاس ال اي, والثلاثه كانت الاوتو اميون هيبتايتس والجوجرين والتايب 1 والاس ال اي. الفور الروماتويد ارثرايتس والتايب 1 دايابيتس. ال 27 دول معروفين. كنت معانا في الروماتولوجي يا دكتوره؟ لا لا ما كنتش معاك في الروماتولوجي. ما حضرتش معانا الروماتولوجي. ها كان جميل. كان اكيد كان ممتع صح؟ جدا. طيب which one of the following is least associated with the development of COPD? Least. Least. هيبقى ال cold dust ده. الفحم ده ملوش علاقة صح؟ ولا مش ده؟ ولا ده؟ الأيزوسيانيت صح؟ الأيزوسيانيت صح. الأيزوسيانيت ده يا مع ال allergy ولا أزمة حاجة كده مش. COPD كلهم ملوش علاقة. الكول دوس ملوش علاقة بالكانسر. بالظبط كده. نزل تحت كده هتلاقيهم كلهم بحرف السي. ما عدا الجرين. كادميوم كول قطن سيمنت جرين. فحم وقطن واسمنت ابيض واسود ورمادي. كادميوم وجرين. لا انت احفظيهم كلهم بادئين بالسي زي ما قال اشرف هي اسهل كده. ايوه السي دي حلوة. ما عدا الجرين. سي مع السي او بي دي. يقول لك chest x-ray of a patient with sarcoidosis showed bilateral head lymphadenopathy accompanied with interstitial filtrates. What chest x-ray stage does he correspond to? الفلترات لوحدها دي ثلاثة. لا مع lymphadenopathy اهو. اه lymphadenopathy اه اثنين اثنين. الاثنين ما في الاثنين. الفلترات لوحدها ثلاثة والفبروزز أربعة. طيب بقول لك you are reviewing طيب the results of investigation
الراجل عنده 40 سنة اللي عنده increased shortness of breath noted show he has smoked for the past 25 years. الفانكشن بتاعته الفرست اكسبيريتوري فوليوم ان 1 سكند 1/4 والبريدكتد يعني دي قليله جدا اقل من نص اقل من 50% دي اوبستراكتيف جدا والفرست فيتال كاباسيتي برضه قليله جدا والريشيو عالي 82 دي ريستريكتيف باترن فهو عنده ايه ريستريكتيف باترن والاثنين دول وبوستراكتيف الاثنين دول ابعدهم بوستراكتيف ولا دي كيف هي لا يا اما لا ولا رينج المالجنسي لا برضه دي وبوستراكتيف يبقى ما فيش غير دي ما فيش حاجه في الهيستوري تدل على انه عنده مالجنسي لا عنده سموكينج هيستوري لا اصل ده هتبقى اوبستراكتيف برضه كده دي اوبستراكتيف ترانجيال مالجنسي اوبستراكتيف مفيش غير دي سكوليوزس صح تمام طيب يا شباب هقول لكم بس على حاجه كده